شرف انتبه حرس الشرف كتفان سلح سلام جمهورية بولندا سلام سلام رائد احمد مراد من الحرس الجمهوري حرس الشرف جاهز للتفتيش يا فندم Thank you.
أهلا بكم مشاهدينا، وهذه التغطية الحية من التلفزيون المصرية لزيارة رئيس بولندا أندري دودا إلى مصر. تابعنا مع حضراتكم مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس البولندي في قصر الاتحادية، حيث كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته. تتسم العلاقات السياسية بين مصر وبولندا بأنها متميزة وممتدة عبر التاريخ، إذ كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بولندا، وذلك في عام 1927. في عام 2017 احتفلت مصر بمرور 90 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين البلدين. أيضا الجانب التجاري والاقتصادي تنامى في العلاقات بين مصر وبولندا، خاصة بعد انضمام بولندا للاتحاد الأوروبي. وتعد بولندا سوقا كبيرا ومفتوحا، وتعد مصر أيضا من أهم الشركاء التجاريين في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة من خلال اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي. مجالات متوقعة كبيرة للتعاون فيما بين البلدين في إطار هذه الزيارة التي نتابعها على الهواء مباشرة مع حضراتكم. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي. أستاذ جميل، بعد التحية، يعني زيارة هامة للرئيس البولندي، ما تتوقعه من مجالات للتعاون على الصعيد الاقتصادي والسياسي فيما بين البلدين في إطار هذه الزيارة؟ وبالطبع هي زيارة مهمة جدا في الوقت الحالي. طبعا بولندا من الدول الكبرى في المجال الاقتصادي، وايضا عضو في الاتحاد الاوروبي وعضو في حلف الناتو، دوله قويه، دوله سوق كبير. طبعا الزياره دي هي طبعا هناك العديد من الاستفادات هتتم بين مصر وبين بولندا. طبعا في البدايه لازم نعرف ان مصر سياستها انها منفتحه على كل دول العالم، واستراتيجيتها اقامه علاقات متوازنه مع كل دول العالم، وهو ده اللي احنا شايفينه في السياسه الخارجيه المصريه وتعاملها مع الدول العالم ككل. طبعا الزياره هناك العديد من المجالات للاستثمار بين مصر وبولندا. مصر اصبحت في الوقت الحالي دوله جاذبه للاستثمار، هناك تعاون اعتقد سيتم بين المنطقه الحره في بولندا وايضا المنطقه الحره في منطقه قناه السويس. التعاون مع في مجال التبادل التجاري وزيادة التبادل التجاري بين مصر وبولندا في الوقت الحالي، في علاقات مميزة سياسية واقتصادية وأمنية أيضا على كافة المستويات. فأعتقد أن هذه زيارة مهمة ونتائجها ستكون مهمة خلال المرحلة المقبلة، وستعود بالتأكيد بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى وفي مجال الاستثمار بين مصر وبولندا على كافة الأصعدة. أكيد، وبالتأكيد نحن في انتظار ما سيتم توقيعه من اتفاقيات في إطار هذه الزيارة. مصر في هذه المرحلة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة مساحة الأراضي المزروعة من القمح. هل في رأيك أن هذا أيضا يمكن أن يكون جانبا من الاتفاقات المشتركة فيما بين البلدين، أو أن تكون أسعار القمح على طاولة النقاش بين الرئيس السيسي ونظيره البولندي؟ بالطبع بالتأكيد طبعا أن هناك الاستراتيجية اللي كانت واضحة في وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، وهو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وأيضا في بالأخص في المنتجات أو المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح. وشفنا مصر وصلت خلال المرحلة الماضية إلى مستوى متميز جدا في إنتاج القمح، وأيضا إنشاء الصوامع. أعتقد أن بالطبع ستكون هناك طبعا مباحثات في بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البولندي في هذا المجال، في مجال القمح وأسعار القمح، نظرا طبعا للحرب الروسيه الاوكرانيه دلوقتي وتاثر السلع الاستراتيجيه وبخاصه القمح والزيوت وخلافه على مستوى العالم كله. فاعتقد طبعا سيتم مناقشه
هذه الامور بشكل واضح. احنا طبعا في مرحله العالم كله بيمر بازمه اقتصاديه شديده جدا وزياده التضخم بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه، ومن قبلها ايضا جائحه كورونا اللي اثرت على اقتصاديات العالم. لكن الدول القويه اللي كانت اقتصادها مبني بناء سليما على اسس سليمه طبعا قدرت انها تعبر ازمه كورونا، وقدرت ان هي تواجه الحرب الروسيه الاوكرانيه. ومن ضمن وطبعا من اهم الدول اللي قدرت تواجه طبعا الدوله المصريه زي ما كلنا عارفين، وزي ما كلنا شفنا خلال ازمه كورونا ان الدوله الحمد لله لم تتاثر بشكل كبير. وايضا في وجود في ظل الحرب الروسيه الاوكرانيه، فطبعا هناك سيكون مجال للحديث طبعا في السلع الاستراتيجيه اللي نقصت عن العالم كله. وهناك ايضا اعتقد ان هيكون هناك مباحثات حول الحرب الروسيه الاوكرانيه وتاثيراتها على المنطقه وعلى دول العالم بشكل عام. هي الفكره في معالجه هذه التداعيات. مصر يعني لها استراتيجيه كما تفضلت انها منفتحه على العالم وفي نفس الوقت تحافظ على امنها اقتصاديا وغذائيا ايضا. فيما يتعلق بالقطاع التجاري، بالأرقام حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا خلال العام المنصرم بلغ 800 مليون دولار، يعني مقارنة بالسنوات الماضية كان هناك زيادة 24%. هل متوقع زيادة حجم التبادل التجاري أيضا في إطار هذه العلاقات الاقتصادية القوية التي هناك هدف من الطرفين لتنميها أكثر؟ اعتقد ان هيكون في زياده بدليل ان هي زادت 800 مليون دولار وزادت 24% عن الاعوام السابقه. فاذا اعتقد ان هي نسبه التبادل التجاري بين مصر وبولندا في صعود خلال المرحله المقبله، واعتقد طبعا باذن الله ستشهد المرحله المقبله او السنوات القادمه زياده في التبادل التجاري بين مصر وبولندا. ده طبعا وفقا طبقا للاستراتيجيه المصريه زي ما قلنا، الانفتاح على دول العالم وزياده التبادل التجاري والاستثمار وفتح مجالات جديده للاستثمار بين مصر ودول العالم. نعم، لعلك أستاذ جميل تابعت الأخبار المتعلقة بتوقيع اتفاقية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة كاتوفيتشي الاقتصادية لزيادة الاستثمار خلال السنوات المقبلة. كيف ترى تأثير ذلك على الاقتصاد المصري؟ بالطبع سيكون هناك استفادة كبيرة جدا للاقتصاد المصري بعد توقيع الاتفاقية، وأعتقد كمان ان هيكون هناك لقاءات بين رجال الاعمال المصريين والبولنديين من اجل زياده الاستثمار، من اجل ان تعود هذه المنطقه بالنفع على الدوله المصريه وعلى البلدين ايضا. زياده الاستثمار وزياده الرؤوس الاموال اللي هيتم ضخها داخل المنطقه الاقتصاديه المصريه، وهو ده طبعا اساس انشاء المنطقه الاقتصاديه المصريه انها تكون جاذبه للاستثمارات، وان يكون في اتفاقيات شراكة مع العديد من المناطق الاقتصادية في أغلب دول العالم. فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية، بالفعل مصر تصدر إلى بولندا صادرات عديدة سواء خضروات أو فواكه، منتجات ورقية وبلاستيكية أيضا، الرخام، الجرانيت، هناك مجالات عديدة يعني تصدرها مصر إلى بولندا. في رأيك يعني إلى أي مدى أيضا ذلك يصب في صالح الاقتصاد المصري في ظل ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية؟ هو بالطبع سيعود زيادة الصادرات المصرية إلى بولندا تعود بالنفع على الاقتصاد المصري. احنا شايفين في أزمات كتيرة بيواجهها العالم، وطبعا زي ما قلنا في البداية هي الحرب الروسية الأوكرانية في الوقت الحالي. لكن زيادة الصادرات المصرية والإنتاج المصري في كافة المجالات طبعا أصبحت جيدة جدا أو متميزة في الوقت الحالي. فزيادة الصادرات المصرية إلى بولندا أو لأغلب دول العالم بالطبع إحنا ماشيين في إطار في استراتيجية ضمن استراتيجية واضحة موضوعة
من اجل النهوض بالصادرات المصريه ومن اجل تحسين الصناعات المصريه، حتى ان احنا نقدر ننافس في السوق العالمي في منتجات عديده جدا. فطبعا زياده الصادرات في الوقت الحالي تعود على الاقتصاد المصري بالنفع، والانفتاح على كل دول العالم في مجال التصدير او المنتجات المصريه ايضا ده شيء مهم وتسعى الدوله الى تنفيذه في الوقت الحالي بشكل. أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، كنت معنا عبر الهاتف. وما زلنا مشاهدين على المتابعة، وانضم إلينا أيضا هاتفيا سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، يعني كيف تنظر إلى أهمية هذه الزيارة وكيف ستعود بالنفع على تنمية التعاون فيما بين الجانبين المصري والبولندي؟ طبعا التوقيت هو له دلالة كبيرة جدا، لأنه بولندا الآن بتعتبر في خط التماس مع أزمة دولية لها أثار عالمية بتأثر على كل دول العالم. فبالتالي مثل هذا يعني اللقاء والتشاور بين البلدين أعتقد أنه هو أمر مهم جدا في هذه اللحظة في هذا التوقيت. في كميات كبيرة من النازحين بتخرج من أوكرانيا إلى دولة بولندا، في أزمات خاصة بالغذاء وبالطاقة، فأعتقد أنه من الضروري على بعض الدول الصديقة أن هي تتفاهم وأنها تحاول أنها توجد أرضية مشتركة للتعاون في ظل هذه الأزمة اللي هي بتعصف بالدول كثيرة. ومن هنا انا بشوف ان التوقيت هو ده العامل الحاسم في هذه الزياره، هو ده اللي بيعطيها يعني اهتمام كبير واهميه بالنسبه لنتائجها. هو مؤكد ان النتائج هتعود بالنفع على البلدين، لانه دلوقتي يعني الجميع يجب ان يخرج فائز من اي مباحثات نتيجه الظروف الاقتصاديه الطاحنه اللي بتمر بالعالم. فأنا بشوف أن هذه الزيارة توقيتها مثالي، وأعتقد أنها هتكون لها نتائج يعني إيجابية على الشعبين. نعم سيادة السفير، يعني هناك مستويات عدة من التعاون فيما بين مصر وبولندا على الصعيد الاقتصادي، هي بالفعل علاقات جيدة. على المستوى الثقافي أيضا هناك تطور حدث مؤخرا في هذه العلاقات، بولندا بدأت في إيفاد بعوث للكشف عن الآثار في مصر ويتم إرسال هذه البعثات بشكل مكثف، إلى أي مدى هذا الأمر يعد تطورا في العلاقات فيما بين الجانبين على المستوى الثقافي؟ طبعا العلاقات الثقافية دائما بتبقى قاطرة لدفع العلاقات ما بين البلدين. بولندا منذ فترة طويلة ولها بعثات أثرية موجودة هنا في مصر، ولها طبعا اكتشافات هامة. فأعتقد أن العالم الآن ينظر الأمور في إطار يمكن يبحث كل طرف فيه عن التعاون مع الطرف الآخر في كل المجالات، سواء كانت ثقافية أو اقتصادية. وطبعا الوضع الاقتصادي اللي هو الخانق اللي موجود حاليا بيجعل الدول عندها فرص أكبر أن هي تتفاهم مع بعضها البعض وتوجد من الطرق والوسائل لدفع العلاقات. طبعا موضوع العلاقات الثقافيه امر اهم جدا، وخاصه ان احنا عندنا كمان مبعوثين موجودين في بولندا منذ سنوات، وبالتالي التبادل الثقافي ده امر هام. ولكن هذا يعني يمكن في المرحله الحاليه يتراجع الى حد ما بالنسبه للازمه الاقتصاديه اللي موجوده. بولندا ممكن تكون احد الوسائل الخاصه ب يعني استجلاب المنتجات الزراعيه من اوكرانيا عن طريق بولندا بحيث انها تصل الى مصر بعد ذلك. وبالتالي دائما هناك يعني تشاور، ودائما هناك وسائل لدفع العلاقات في مختلف المجالات وبالذات المجالات الاقتصاديه والثقافيه زي ما سيادتك تفضلت. يعني تتوقع سياده السفير ان يكون مساله التعاون في سبيل الغذاء وضمان الامن الغذائي يتناول جانبا هاما من هذه الزياره؟ أرى هذا طبعا، ولكن الأمن الغذائي والأمن الطاقة دي هي أصبحت الموضوعات الملحة، بالإضافة إلى طبعا موضوعات تغير المناخ، وخاصة إن مصر هتستضيف في نوفمبر القادم في شرم الشيخ المؤتمر الدولي الخاص بهذا الشأن. إذا
المجالات اللي هيتم بحثها اليوم في هذه القمة موضوعات هامة جدا بتخص المجتمع الدولي بأسره، ولكن في نفس الوقت كل دولة بتحاول ان هي تحصل على ميزة استراتيجية من مثل هذا اللقاء في إطار ثلاث موضوعات اللي ذكرتهم لحضرتك: الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتغير المناخ. نعم، طيب الأمن العسكري أو التعاون في المجال العسكري، في رأيك في أي إطار تضعه فيما يتعلق بالعلاقات بين مصر وبولندا؟ يعني حضرتك خلينا واقعيين، أن بولندا عليها ضغوط كبيرة جدا الآن في مجال إرسال السلاح لأوكرانيا، وأعتقد أن الجهد العسكري بالنسبة لبولندا الآن أصبح منصب في إطارين: الإطار الخاص بأمنها في إطار تواجدها في حلف الناتو، وفي نفس الوقت موضوع إمداد أوكرانيا ببعض الوسائل الحربية اللي ممكن تمكنها من يعني الدفاع عن نفسها في المرحلة الحالية. أشكرك جزيلا سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. تتسم العلاقات السياسية بين مصر وبولندا بأنها متميزة وممتدة عبر التاريخ، إذ كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بولندا، وذلك في عام 1927. وشهدت العلاقات المصرية البولندية تطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما دللت عليه الحركة الكثيفة في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين. على مدار عشرات السنوات اتسمت العلاقات المصرية البولندية بالتميز والازدهار، حيث كانت مصر من بين أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بولندا. ارتبط البلدان بعلاقات وثيقة قوية في ظل مشاركة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع فيشغراد الذي يضم بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا. جمعت البلدين نقاشات كثيرة حول العديد من الموضوعات الهامة في إطار تجمع القمة، وعلى رأس دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتعاون في مجالات الطاقة وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات، بالإضافة لسبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تتمتع دول التجمع بعضويته. العلاقات المصرية البولندية شهدت تطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما دللت عليه الحركة الكثيفة في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، التي كان من أبرزها زيارة وزير الخارجية البولندي إلى القاهرة في 14 من إبريل من عام 2019. واتسمت اللقاءات بين مسؤولي البلدين بمناقشة أوجه التعاون الثنائي وسبل تنميتها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، وكذلك على مستوى التعاون البرلماني. كما شملت كذلك تبادل وجهات النظر تجاه بعض القضايا الدولية والإقليمية التي تهم الطرفين. إذن هي علاقات مميزة تربط مصر بولندا على مدار أكثر من 90 عاما، اتسمت بالتعاون البناء والتوافق في وجهات النظر تجاه العديد من القضايا الإقليمية والعالمية. We'll be right back.
مازلنا مشاهدين مع حضراتكم على الهواء مباشرة، نتابع الزيارة الحالية لرئيس بولندا إلى مصر بعد متابعة مراسم استقباله الرسمية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته في قصر الاتحادية. معي عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام. دكتور أحمد، يعني هناك جوانب عدة فيما يتعلق بالعلاقات المصرية البولندية، منها القطاع السياحي. العلاقات السياحية بين الجانبين اتسمت بالتميز بما أن مصر أحد أهم المقاصد السياحية أمام السائح البولندية. كيف ترى مستوى العلاقات في هذا الجانب فيما بين الجانبين؟ في الواقع أن زيارة الرئيس البولندي لمصر تأتي في توقيت مهم في إطار تعزيز وتطوير العلاقات المصرية البولندية التي شهدت طفرة حقيقية خلال السنوات الثمانية الماضية في عهد الرئيس السيسي، الذي يعطي أولوية لدوائر متعددة في السياسة الخارجية المصرية، ومنها بالطبع الدول الأوروبية والدول في شرق أوروبا، ومنها بالطبع بولندا التي يعني لديها تجربة اقتصادية مهمة يمكن توظيفها والاستفادة منها. وبالطبع أحد مجالات التعاون هو القطاع السياحي، خاصة أن مصر هي تعد من البيئات الواعدة التي تجذب السياحة الخارجية، ومنها بالطبع السياحة البولندية، والتي يعني تمثل أهمية كبيرة حقيقة في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما أشرنا هي علاقات مهمة شهدت طفرات كبيرة، يعني الأبرز مثال هو أن مصر هي من الدول التي كانت حضرت قمة فيشغراد التي تضم بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر، وبالتالي هذه الدول تراهن كثيرا على مصر والاقتصاد المصري كأحد الاقتصادات الواعدة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ومنها بالطبع الاستثمارات البولندية في إطار المشروعات القومية الكبرى، في إطار بيئة الاستثمار وتحسين مناخه ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولذلك هذه الزيارة تأتي في إطار وسياق المسار الثنائي على المستوى الاقتصادي، على المستوى التجاري، كما أشرنا مستوى السياحة، مستوى تبادل النفقات التجارية التي تزادت بشكل كبير، يعني حجم التجارة بين مصر وبولندا يعني تتجاوز أو تقارب 3 مليار دولار في عام 2021، واعتقد ان هذا تعكس حقيقه قوه وتوافر الاراده السياسيه والاراده بين البلدين على تطوير هذه العلاقات في مجال المجالات المشتركه، في مجال السكك الحديديه، في مجال التصنيع، ايضا في مجال الزراعه والقمح وغيرها من المنتجات والسلع، التي تعكس يعني ان هناك حرص كبير من البلدين، وهناك عدد من الاتفاقات التي اقتصاديه والتجاريه والاستثماريه بين البلدين، منها مثلا اتفاقيه تشجيع وحمايه الاستثمارات، اتفاقيه منع الازدواج الضريبي، اتفاقيه النفط البحري والتعاون الفني والعلمي، واتفاقيه المشاركه مع الاتحاد الاوروبي بالطبع منها بولندا، كلها بتعكس حقيقه ان هناك اطار مهم واطار قوي بيعكس العلاقات المتميزه بين البلدين. كما ان في مجال السياحه احتل بولندا المركز الخامس حقيقه على مستوى العالم في قائمه الدول المصدره للسياحه الى مصر. كيف يعني يتم تعزيز هذا التعاون في ظل رئاسه بولندا لمنظمه الامن والتعاون في اوروبا بدايه من العام الجاري؟ في الواقع انها تمثل نقطه مهمه، لان العلاقات المصريه الاوروبيه بشكل عام شهدت طفره كبيره حقيقه خلال السنوات الماضيه، وتولي بولندا لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تمثل أهمية كبيرة، لأن بولندا الآن تعد أحد البوابات المهمة والرئيسية لمصر للاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية وتعزيز هذه العلاقات في ظل يعني حقيقة الأزمات التي يشهدها العالم حاليا والتي لها تأثيرات وتداعيات سلبية، سواء على الأمن الغذائي، على الأمن الطاقة، وكل هذا يعني بيفرض أو يقتضي التعاون بين الاقتصادات الواعدة، خاصة الاقتصاد المصري واقتصاد بولندا، كما انها ايضا في المقابل ان مصر تمثل بوابة حقيقية لاوروبا بشكل عام، ولبولندا ايضا الى منطقة الشرق الاوسط الى السوق الافريقية، واعتقد ان هذا حقيقة يعني بيعكس تعويل ورهان اوروبي حقيقة على مصر والتعاون معها في مجالات متعددة، في مجالات الاقتصاد، في مجالات التغير المناخي، ونحن نعرف ان مصر ستستضيف قمة او نسخة 27 من مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، وتوسع مصر في الاقتصاد الاخضر والطاقه المتجدده، كلها بتعكس حقيقه الان يعني 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 تسارع غربي وتسارع اوروبي، وايضا من بولندا لتحقيق التنسيق والتعاون مع مصر
من أجل إنجاح هذا المؤتمر والخروج بنتائج ومخرجات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وأعتقد أن هذه العلاقة الزيارة حقيقة من شأنها أن تمثل دفعة قوية حقيقة للعلاقات في إطار التعاون بين مصر وبولندا، أو التعاون بين مصر والدول الأوروبية، وبولندا هي يعني من الدول المهمة في الاتحاد الأوروبي، ويعني لديها حقيقة هناك أرضية كبيرة وأرضية مهمة في العلاقات التاريخية بينهما، وهي علاقات يعني قديمة وعلاقات يعني قائمة على أسس متينة. وبولندا حقيقة من الدول التي يعني تميز بعلاقات ما يسمى علاقات يعني طبيعية، علاقات سلسة، علاقات متميزة في إطار يعني تقارب وجهات النظر، تقارب المواقف والتنسيق المستمر والتشاور بينهما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية، أو فيما يتعلق بمواجهة التحديات والقضايا الإقليمية والقضايا والمشكلات العالمية. نعم، ذكرت ملفين في غاية الأهمية ليس فقط لدى مصر وإنما لدى العالم أجمع الآن، أمن الغذاء وأمن الطاقة. هذين الملفين إلى أي مدى تتوقع أن يكون يعني جانبا هاما أو الأولوية على طاولة المحادثات فيما بين مصر وبولندا؟ أنا أعتقد أن أمن الطاقة وأمن الغذاء سيكون أحد المحاور الأساسية والمهمة في محادثات الرئيسين الرئيس السيسي والرئيس البولندي، والتي يعني بتعكس إدراك مصر حقيقة وبولندا لأهمية التعامل والتحرك بتحركات مهمة لاحتواء آثار الأزمات العالمية التي يعني كان لها تأثيرات وانعكاسات سلبية على أمن الطاقة خاصة وأمن الغذاء ومتعلق بالقمح بعد يعني تراجع أو صادرات القمح الروسية والأوكرانية إلى كثير من دول العالم، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميا. وأعتقد أن يعني التنسيق المصري البولندي في مجال الغذاء في مجال القمح يمثل أهمية كبيرة ونقطة مهمة في هذه الزيارة، وفي إطار أيضا يعني الإجراءات التي اتخذها مصر لتقليل تداعيات هذه الأزمات العالمية على المواطن المصري وعلى أيضا على المنطقة. واعتقد ايضا ان يعني بولندا هي من الدول حقيقه التي يعني لديها دور مهم في زراعه القمح، وايضا لديها يعني قدرات مهمه، وبالتالي هذه الزياره بتعكس يعني حقيقه التنسيق في مجال مواجهه الامن الغذائي، ايضا في امن الطاقه، وكما اشرنا ايضا موضوع التغير المناخي ايضا سيكون يحتل مرتبه مهمه في اطار هذه الزياره وهذه المحادثات، لان الدولتين تقودان الجهود الاقليميه والدوليه لمواجهة الانبعاثات الحرارية، مواجهة أثار التغيرات المناخية. وأعتقد أيضا أن القضايا الإقليمية، الاستقرار في الشرق الأوسط والأزمات والهجرة غير الشرعية والإرهاب، كلها ستكون محاور مهمة في إطار هذه الزيارة، لا تعكس حقيقة أن هناك إطار مؤسسي للعلاقات المصرية البولندية يقوم على الوجود أليات للتشاور والتنسيق المستمر على رأس القمة بين الزعيمين، بين الرئيس المصري والرئيس البولندي، التي بتعكس حقيقة أن هذه الزيارات الرئيسية وهذه اللقاءات الدورية بتعكس دائما الحرص على التعزيز ودفع العلاقات الثنائية من ناحية، ومواجهة أثار التغيرات والأثار الأزمات العالمية بالطبع في مجال الطاقة ومجال أمن الغذاء، وهي بتعكس حقيقة الجهود الاستباقية نسميها الاستباقية لتقليل الأثار السلبية لهذه الأزمات على الدولتين. واعتقد ان هذه الزياره ستخرج بمخرجات مهمه لمواجهه هذه القضيتين، امن الطاقه وامن الغذاء. نعم، يعني كانت هناك اشاده واضحه من قبل بولندا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، ومن ثم التطلع لمزيد من التعاون الاقتصادي. كانت هناك اشاده ايضا بدور مصر المحوري في معالجه قضايا كانت تصب يعني أيضا لدى دول الغرب ودول أوروبا، وهو ملف الهجرة غير الشرعية وملف مكافحة الإرهاب. إلى أي مدى ساهم ذلك في التطلع إلى التعاون مع مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط؟ نعم، هذه نقطة مهمة، لأن يعني في ظل عالم مضطرب إقليميا ودوليا مع يعني مع الأزمات والصراعات، تبدو كمصر كمحور مهم، يعني نموذج للاستقرار السياسي و التقدم الاقتصادي، لان مصر تسير بمسارات متوازيه لتحقيق طفرات كبيره في نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي بشهاده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكل المؤسسات الدوليه حقيقه، وايضا بشهاده الدول الاوروبيه ومنها بولندا. وبالتالي في ظل مشاعر بولندا والدول الاوروبيه بشكل عام
للتعافي من اثار جائحه كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي. الكل يضع عيونه ووجهته على حقيقه على الاقتصاد المصري كاحد الاقتصادات المهمه التي حققت طفرات كبيره وتمثل هناك بيئه مهمه لجذب الاستثمارات وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بما يعود بالنفع بالطبع على كلا الدولتين. واعتقد ان الكل الان الاقتصاد هو المحرك الاساسي حقيقه لكل التفاعلات الدوليه. الكل يبحث عن الاستثمارات، الكل يبحث عن التعاون الاقتصادي الذي يعظم المصالح ويقلل او يحاول تعويض اثار وسلبيات وخسائر الأزمات العالمية التي شهدها العالم سواء جائحة كورونا أو الأزمات العالمية الحالية، وكلها بالطبع يعني هناك يعني مراهنة وتعويل أوروبي حقيقة على مصر. وإحنا يعني نعرف أن مصر هي كانت الدول المهمة التي حضرت في تجمع فيش جراد الذي يضم بولندا أيضا، والتي بتعكس أن هناك حرصا من دول أوروبا خاصة أوروبا الشرقية، وهذه الدول لديها حقيقة بولندا بالتحديد لديها تجربة اقتصادية متميزة، هناك مزايا نسبية، هناك أيضا كما أن لمصر أيضا مزايا نسبية، وبالتالي هذه المزايا النسبية لكلا البلدين والاقتصادين تمثل أرضية للتعاون تبادل المنافع المختلفة. هناك استثمارات بولندية عديدة في مصر حقيقة سواء في قطاع السياحة والصناعة وفي قطاع الخدمات. أيضا بولندا من الدول المهمة المستثمرة في مصر، وأيضا هناك يعني تزايد كبير للصادرات المصرية في الأونة الأخيرة لبولندا خاصة في مجال الزراعة والمنتجات والسلع المصرية، وكلها حقيقة بتعكس الفكرة الأساسية وهي أن علاقات مصر بكل الدول ومنها بولندا تأتي في فلسفة السياسة المصرية التي تقوم على فتح أفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري، توسيع الأسواق ومنها السوق البولندي لتصدير السلع المصرية، جذب الاستثمارات الأجنبية التي في نهاية المطاف تعود بالنفع على المواطن المصري وتساهم في تحسين مستوى معيشته، وهذه ما نسميه دبلوماسية التنمية وانعكاسات السياسة الخارجية المصرية القائمة على العلاقات المتميزة مع كل الدول ومنها بولندا، وتوظيف هذه السياسة وهذه العلاقات في دعم الاقتصاد المصري في دعم التنمية في الداخل. ولذلك مثل هذه الزيارات وهذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لعرض كل أو لعرض الفرص الوعيدة للاقتصاد المصري الاستثمارات سواء في محطة التنمية في قناة السويس أو في العاصمة الإدارية أو غيرها من المشروعات القومية التي تمثل بيئة واعدة. وأيضا هي أيضا نقطة مهمة لتعظيم دور مصر في الإقليم وتعزيز التعاون مع الدول المهمة مثل بولندا في إطار التحديات، ومنها كما أشرت موضوعات الهجرة غير الشرعية، لأن مصر والأوروبيين يدركون جيدا الرؤية المصرية المهمة التي تقوم على تكثيف البيئة الهجرة غير الشرعية من المنبع من خلال تحقيق التنمية والربط بين المشكلات وتمكين دول أفريقية وتحقيق التنمية فيها. هذا الذي سيدفع أو يمنع أن تكون هذه الدول طاردة للهجرة غير الشرعية، وبالتالي هنا هناك مصلحة أوروبية حقيقية. هي مصلحة لأن أوروبا كانت متضررة بشكل كبير من الهجرة غير الشرعية. هذا صحيح، وهذا نقطة مهمة، ورأينا أن يعني حتى من الناحية الإنسانية و مراكب الموت في البحر المتوسط وتضرر أوروبا من هذه القضايا إضافة طبعا إلى هجرات من الأزمات والصراعات. هناك الرؤية المصرية تقوم على تحقيق التنمية، تسوية الأزمات في المنطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا أسكات البنادق، هذا تحقيق التنمية وحشد دعم الدور الأوروبي والدور الدولي في مساعدة الدول الأفريقية على تحقيق هذه التنمية التي تمثل تحول افريقيا لبيئه جاذبه وبيئه يعني مستقره يعني وتمنع كل هذه الهجرات. واعتقد ان الغرب وبولندا وكل الدول حقيقه التي الان تتنافس حقيقه او تتسابق على تعزيز وتعوين وتدعيم تعاونها مع مصر سواء في المجال الاقتصادي والتجاري في ظل نجاح الاصلاح الاقتصادي والاقتصاد المصري الواعي، او فيما يتعلق بالتعاون مع مصر في مجال مواجهه التحديات ومنها الارهاب والفكر المتطرف وغيرها من المشكلات التي تمثل تهديد للامن والاستقرار في المنطقه، وايضا لها انعكاسات سلبيه على الجانب الاوروبي او فيما يتعلق ايضا بالاجراءات غير المشروعه، وبالتالي كلها بتعكس حقيقه ان مصر الان هي طرف اساسي في المعادله الدوليه والاقليميه القائمه على حشد الجهود والطاقات وتحقيق التعاون بين الدول وبين الشعوب لتحقيق التنميه والاستقرار في مواجهه موجات الاضطراب والصراعات والعنف والارهاب والازمات المتعدده. دكتور أحمد، يعني مصر تتطلع دوما للحصول على التكنولوجيات الحديثة لمعالجة هذه الأزمات أيضا، يعني على سبيل المثال بما أننا نتحدث عن الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، أيضا بولندا يمكن أن تتعاون مع مصر في هذه المجالات عن طريق ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، هذا ملف شديد الأهمية بالنسبة لمصر.
نعم، هذه نقطة مهمة حقيقة، ويعني كما تناولنا أن الغذاء سيكون محور أساسي في هذه الزيارة، في هذه المحادثات في مجال ومسار التعاون المصري البولندي فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية ومنها بالطبع القمح نتيجة التأثر أو تداعيات الأزمات العالمية الحالية. وأعتقد أن مصر بالفعل يعني منذ أيام ويعني الأسبوع الماضي شهدنا افتتاح الرئيس السيسي لمشروع مستقبل مصر في محور الضبعة، الذي بيعكس أن مصر يعني حققت طفرات حقيقية وخطوات مهمة في اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي، في اتجاه استخدام أعلى كل أشكال التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالري بالتنقيط وتشييد استهلاك المياه. وأعتقد أن هذا يمثل فعلا بالفعل أرضية مهمة للتعاون بين مصر وبولندا، باعتبار أن العالم كله وليس مصر حقيقة تأثر سلبا بهذه التداعيات للأزمات العالمية في مجال الأمن الغذاء. وأعتقد أن بولندا أيضا لديها تقنيات مهمة في هذا الأمر في إطار الزراعة وفي إطار استخدام الأمثل للمياه. وأعتقد أن مصر حقيقة هي قدمت نموذج ليس فقط في مجال الزراعة ولكن أيضا في كل المجالات، سواء في التوسع في الطاقة المتجددة، في الاعتماد على مثل طاقة الشمس وطاقة الرياح، وأيضا في مجال ترشيد المياه والاستخدام الأمثل للمياه ومعالجة المياه المياه الصرف الصحي وغيرها من الصرف الزراعي التي حققت تجربة مهمة. الآن الدول حقيقة تسعى إلى الاستفادة منها وتوظيفها وتطبيقها في مجالات مختلفة، وهذا بيعكس أن هناك حقيقة إدراك حقيقي من جانب مصر وبولندا لأهمية التعاون في تعظيم هذا الجانب التكنولوجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. وأعتقد أن القمح يمثل أحد أوجه التعاون المثالي بين الجانبين لما يمثل هذه السلع من أهمية كبيرة حقيقة سواء على مستوى الدولتين أو على المستوى العالمي. يضاف إلى ذلك تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات أيضا. نعم، هذه أيضا مهمة لأن الأمن الغذائي وأمن شامل يشمل ليس فقط في إنتاج السلع الاستراتيجية ولكن أيضا في مجال إنتاج اللحوم، في مجال الإنتاج الحيواني، في مجال حتى إنتاج الأسماك. وأعتقد أن مصر يعني المشروعات الضخمة التي قامت بإنشائها وافتتاحها ويعني منتشرة في كل أنحاء مصر حقيقة، يعني في كل أرجاء مصر بتعكس الرؤية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي باعتبار أنه جزء من الأمن القومي، لأن الأمن القومي هو ليس فقط الأمن العسكري ولكن أيضا أمن الغذاء، لأن هذا بيعكس أهمية كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، في ظل تأثر يعني إمدادات السلع الغذائية عالميا باندلاع الأزمات وحتى يعني الأزمات العسكرية أو الجوائح مثل جائحة كورونا، كلها بتعكس حقيقة أن 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 فكرة نظرية التحدي والاستجابة، أن هذه التأثيرات دفعت مصر إلى الاستجابة عبر استراتيجية واضحة، عبر رؤية كاملة من خلال التوسع في هذه المشروعات في مجال الأمن الغذائي، ومن خلال توسيع وتعميق التعاون مع الدول المهمة في هذا المجال، ومنها بالطبع بولندا التي يعني دولة زراعية مهمة لديها أيضا تجارب مهمة في الإنتاج الحيواني وفي الإنتاج الزراعي. وأعتقد أن هذه الزراعة تخرج بمخرجات مهمة في هذا المجال وتؤكد حقيقة على توجهات مصر وعلى استراتيجيتها ونجاحها في تحقيق الأمن الغذائي باعتبارها أنه يمثل الآن صلب ومحور الأمن القومي. المتابع يعني تاريخ العلاقات المصرية البولندية يجد أن هناك تطورا ملحوظا أيضا في مجال التعاون في قطاع التعليم، يعني مؤخرا جامعات عين شمس وجامعة أسيوط، حلوان، جامعة 6 أكتوبر من أنشط الجامعات المصرية تقريبا في ملف تبادل البعثات التعليمية والتبادل الثقافي مع الجامعات البولندية، دلالات ذلك في رأيك؟ نعم، يعني الجانب التعليمي والثقافي هو أيضا أحد المحاور المهمة لأنه مرتبط حقا بالعلاقات المصرية البولندية التاريخية وعلاقات قديمة، يعني هناك تعاون في مجال الثقافة، في مجال التعاون كما أنت أشرت، كثير من الجامعات المصرية الآن تحظى حقيقة يعني مصداقية وسمعة عالمية مهمة، هناك يعني تعاون وبروتوكولات تعاون ثقافي بين الجانبين للاستفادة من التجربة المصرية أيضا في إطار تطوير التعليم، وكل هذا بدأ له صدى دوليا حقيقة في مجال تطوير المشروع القومي لتطوير التعليم وتحويله من أو اعتماده بشكل أساسي على الابتكار وعلى الفهم وعلى توظيف القدرات البشرية وإخراج قدرات بشرية تناسب وسوق العمل، كل هذا حقيقة بدأ يجذب ويمثل استقطاب للتعاون
مع الدول الأخرى خاصة الدول مثل بولندا. وأعتقد أن هذا التعاون الثقافي بيعكس حقيقة فكرة شمولية العلاقات، يعني العلاقات دائما لا تنحصر فقط على الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، وإنما تشمل العلاقات أيضا في مجال الثقافي، في مجال الاجتماعي، في مجال حتى البرلماني، في مجال أيضا التعليم. وأعتقد أن هناك يعني تعاون كبير بين الجامعات المصرية والجامعات البولندية، وهذا التعاون من شأنه أن يكون له انعكاسات وارتدادات إيجابية سواء فيما يتعلق بربطه بسوق العمل ومخرجات وتخريج يعني كوادر بشرية لمواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل والاعتماد على التكنولوجيا والاعتماد على الحرف المهنية، كلها بتعكس حقيقة حيوية وقوة وتطور وشمولية وعمق هذه العلاقات المصرية البولندية التي شرط تفرع حقيقة رغم أنها تاريخية لكنها شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الثمانية الماضية، والذي انعكس فيه أن مجموعة فيشجراد جعلت يعني علاقاتها تعطي أولوية كبيرة لعلاقاتها مع مصر على كافة المجالات، في المجال الاقتصادي، في المجال التجاري، في غيرها من المجالات التي تعكس حقيقة وتؤكد دائما على أن مصر أصبحت الآن يعني يسموها وجهة مهمة لكثير من دول العالم، ومنها بالطبع دول شرق أوروبا وبالطبع منها بولندا. أشكرك جزيلا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام. وعلى مدار سنوات طويلة ارتبطت مصر وبولندا بعلاقات اقتصادية قوية، حيث تعتبر القاهرة أحد أهم شركاء وارسو التجاريين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شهدت العلاقات بين البلدين ازدهارا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. علاقات اقتصادية قوية تربط بين مصر وبولندا على مدار سنوات طويلة من التعاون بين البلدين. ازدهرت تلك العلاقات بشكل ملحوظ بعد انضمام وارسو للاتحاد الأوروبي. القاهرة تعد أحد أهم شركاء وارسو التجاريين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة من خلال اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل تعد وارسو سوقا كبيرة ومفتوحة لمصر. وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ازدهر التعاون بين مصر وبولندا وتضاعف حجم التبادل التجاري بينهما، وتصدر مصر لبولندا العديد من المنتجات والمحاصيل مثل الخضروات والفواكه الطازجة والمجففة والمنتجات الورقية والبلاستيكية والرخام والجرانيت وأجزاء الدوائر الكهربائية وغيرها. أما أبرز الواردات المصرية من بولندا فتتمثل في الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية وأقطاب الكربون وآلات الرفع ومصابيح كهربائية، كما تشمل الصادرات البولندية لمصر منتجات معدنية مثل هيدروكربونات غازية وغازات طبيعية وكربونية ومنتجات حيوانية وغيرها. وشهد عام 2017 توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين القاهرة ووارسو لتعزيز التعاون الثنائي وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين، كما تم توقيع اتفاق إنشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة. وفي نفس العام تم توقيع 4 خطابات نوايا لإنشاء مشروعات جديدة في مجالات تصنيع ألبان الأطفال ومعالجة النفايات وتصنيع المادة الخاصة برصف وتثبيت الطرق وإنشاء مراكز لتوزيع منتجات الحاصلات الزراعية بالبلدين. إذن هو تعاون اقتصادي تجاري مثمر بين مصر وبولندا اتسم بالازدهار خلال السنوات الماضية ويواصل تطوره وتناميه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل مع حضراتكم هذه التغطية الحية من التلفزيون المصري لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس بولندا أندري دودا إلى مصر، حيث تابعنا منذ دقائق المراسم الرسمية لاستقباله في قصر الاتحادية. مشاهدينا، نسلط الضوء على المتابعة على الجانب الاقتصادي بشكل أكثر تفصيلا في العلاقات فيما بين الجانبين المصري والبولندي، ولمتابعة هذا الملف ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاستثمار والتمويل. دكتور علي، كيف ترى الجانب الاقتصادي في هذه الزيارة؟ كيف يمكن تنميته على صعيد التعاون الاقتصادي طبعا بين الجانبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين الكرام.
خلينا نقول طبعا في ظل التداعيات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت أن هي بتحتم على الدول أن هي تدخل في نوع من أنواع التكامل، أن يبقى في زيادة في معدلات التعاون الاقتصادي، ومصر تستفيد من علاقات سياسية ودبلوماسية طيبة مع معظم دول العالم، وإزاي ده ينعكس على الجانب الاقتصادي سواء على مستوى زيادة معدلات التبادل التجاري أو على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة. وده نقطة مهمة جدا، الدولة يمكن في ظل المزايا كمان التنافسية اللي موجودة لدى بولندا في عديد من القطاعات، ازاي ان احنا نقدر نجذب منهم استثمارات من القطاعات اللي بيتميزوا فيها، ابرزها طبعا الطاقه والنقل، ويمكن كمان بالنسبه لموضوع النقل على وجه التحديد مصر كمان في الفتره الاخيره واخده خطوات مهمه جدا اتجاه قطاع النقل، وازاي يبقى في تطوير في خطوط السكك الحديديه، وده نقدر نستفيد منه بشكل واضح من الجانب البولندي. ملف الطاقه اللي العالم كله دلوقتي بيتحدث عنه، ازاي ان مصر قدرت الفتره الاخيره تحقق نجاحات الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهايه 2018، وقدرنا ان احنا نحقق كمان اطلاقات موجهه للتصدير. اكيد ده هيكون نوع من انواع التعاون المشترك ما بين الدولتين. بجانب ملف الغذاء، انا شايف ان ده واحد برضه من اهم ملفات اللي العالم كله دلوقتي بيتحدث عنه، ويمكن تابعنا الفتره الاخيره ازاي ان بولندا هتسمح للسفن الاوكرانيه ان هي تمر عبر موانيها، وده اللي خلينا نقولها بمنتهى الصراحه لانقاذ العالم، لان دلوقتي احنا شايفين مؤشر الامن الغذائي اصبح في نوع من انواع التراجع بشكل واضح، تكلفه الحصول على الغذاء بقت كبيره جدا، ارتفاع لمستويات الجوع والفقر، فبالتالي البنك الدولي يمكن حتى كان اكد على ان لازم يبقى في تعاون للمرور السفن الاوكرانيه، لان اوكرانيا بتساهم بحوالي 10% من انتاج القمح عالميا، وبالتالي مع عدم وجود هذه النسبه الكبيره على مستوى الساحه العالميه، بجانب كمان بعض الدول اللي اعلنت وقف عمليات التصدير للقمح اصبحت هناك مشكله كبيره جدا. مصر من اكبر الدول المصدره للقمح، وبالتالي فرصة أكيد مع وجود رئيس البولندي في مصر أن يتم الحديث عن ملف الغذاء وملف القمح على وجه التحديد، وكيفية استفادة مصر أكيد من هذا الأمر المرتبط بمرور السفن الأوكرانية عبر بولندا. نعم. مش الموضوع مرتبط بس بالغذاء والطاقة، هناك أمور أخرى طبعا سنتطرق إليها دكتور علي، لكن لابد أن نشير أن مصر تبذل جهودا لتحقيق الأمن في هذا الجانب بالتوازي مع زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح، يعني خطين يسيران بالتوازي. أكيد، لكن إحنا بنأمل احتياجاتنا للأعوام القادمة، لأن دلوقتي المشهد العالمي في حالة من حالات الضبابية وعدم اليقين بالنسبة لاحتياجات مصر من القمح، هي متوفرة بالنسبة للعام الحالي، لكن احنا لابد ان نضع كافة السيناريوهات امامنا. يمكن رئيس الوزراء في اعلانه لخطة الدولة اعلن ان احنا دايما بننظر الى السيناريو الاسوأ، وده دايما اي مخطط او صانع قرار لازم يبص عليه، واللي في نفس الوقت ما بيتمناش حدوث، لكن مصر لابد ان هي تنظر في جميع البدائل، وده اللي بيحدث. فكرة ان احنا نوصل لمستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي، ده اتجاه الدولة اتحركت عليه، زي ان يبقى في حوافز اكتر لمزارعي القمح، ده ايضا الدولة اتحركت عليه بشكل واضح، لكن على الجانب الاخر هيظل اكيد في نوع من انواع الفجوة بالنسبة لاحتياجاتنا، وبالتالي فكرة ان يكون هناك اسواق يتم الاعتماد عليها ده اكيد امر مهم جدا. والحديث ليس فقط عن القمح، لكن احنا برضو لدينا مزايا تنافسيه في عديد من السلع الزراعيه اللي قدرنا ان احنا نحقق فيها وفرات خلال الفتره الماضيه، وبالتالي نقدر ان احنا نقدم وفرات هذه الانتاج الى السوق البولندي والى السوق العالمي. نعم، كنت تريد ان تتحدث دكتور علي عن امن الطاقه، انه ايضا يعني موجود بقوه في الاتفاقات فيما بين البلدين. أكيد، الفكرة إن إحنا دلوقتي مع المشكلة اللي بيعيشها العالم كله، يمكن منطقة اليورو
كمان مع الارتفاعات الكبيره جدا في امدادات الطاقه بالاخص بالنسبه للغاز، المشكله ديت ابتدت ان هي كمان تبرز بشكل واضح الجهود اللي مصر بذلتها في ملف الطاقه خلال السنوات الماضيه، وازاي ان احنا مش نوصل بس لاكتفاء ذاتي لكن كمان يبقى عندنا من الفوائد اللي احنا نواجهها للتصدير، ازاي ان يبقى في هناك تعاون مشترك في هذا الامر لتلبيه احتياجات عديد من الدول في منطقه الاتحاد الاوروبي، وده يمكن رهان مهم جدا في ظل طبعا العلاقات السياسيه والدبلوماسيه الطيبه ما بين دولتين، وكمان ازاي ان يبقى هناك عديد من المشروعات المشتركه في ملف الطاقه مش مرتبط بس حتى بالطاقه التقليديه ولكن ايضا على مستوى كمان الطاقه الجديده والمتجدده اللي الحديث عنها مستمر، مش عشان قضيه المناخ بس والتلوث البيئي ولكن كمان لارتفاع تكلفه الحصول على الطاقه التقليديه، اصبح هناك الحديث بشكل اكبر عن الطاقه الجديده والمتجدده. نعم، طيب بالتعاون في يعني منطقة قناة السويس وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتشا طبعا لإنشاء منطقة صناعية بولندية بقناة السويس، هذه المبادرة إلى أي مدى تصب في صالح الاقتصاد المصري؟ الفكرة إحنا يعني الدولة يحسب لها طبعا السنوات الماضية في جهود مهمة جدا لعملية التطوير بالنسبة لي محور قناة السويس، وقدرنا ان احنا يعني يكون في هناك حديث مع عديد من الدول ان يكون لها مناطق اقتصادية من ضمنها بولندا، فكرة ان يكون هناك منطقة اقتصادية اكيد ده بيبقى ليه مردود ايجابي على الاقتصاد المصري سواء على مستوى دخول صناعات جديدة هيكل الاقتصاد ما كانش بيقدر ان هو يقدمها، زي ان احنا نستفيد بنقل للتكنولوجيا ودخول رؤوس اموال اجنبية وتوفير فرص عمل، فبالتالي هي نقاط مهمة جدا في ظل كمان ان يظل قطاع الصناعة واحد من الدولة بتعول عليه بشكل كبير جدا كواحد من اهم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، واللي كمان يمكن الدولة تحرك على مستوى توطين للصناعة والعمل على زيادة نسبته في الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي اكيد فكرة ان احنا نجذب استثمارات أجنبية مباشرة في هذا القطاع وإنشاء منطقة اقتصادية من جانب دولة وتتمتع بعلاقات تاريخية مع مصر لأكثر من 90 عام إن هي تبقى موجودة أكيد ده إضافة كبيرة للاقتصاد المصري. نعم دكتور علي، بشكل عام بولندا تحتل المرتبة 27 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، ذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، دلالات هذا الرقم في رأيك؟ الرقم يعني خلينا نقول منتصف، يعني العلاقات التاريخية ما بين الدولتين المفروض ان احنا لما نبتدي نبحث عن ارقام تكون اكبر من كده وتكون بولندا فاكس وتقدم عن ذلك، لكن برضو احنا عاوزين نبقى واحنا بنبص على الترتيب بنبص برضو لعديد من الصدمات الاقتصادية اللي شهدها العالم الفترة الأخيرة سواء الأزمة الحالية أو قبلها تداعيات جائحة كورونا أو غيرها من الأزمات، فبالتالي ده أثر بشكل واضح، لكن أعتقد إن مع المذكرات التفاهم اللي بيتم وضعها والاتفاقات أعتقد إن النسبة والترتيب أعتقد إن هو هيتحسن بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، لأن زي ما أنا بدأت كلامي يعني مع الأزمات دي كلها وسرعة انتقال الأزمات أعتقد أن التكامل الاقتصادي أصبح هو السبيل الأمثل اللي هيقدر يخلي الدول بشكل عام ومن ضمنها مصر أن هي تواجه هذه الصدمات بمنتهى الصمود. ما تتوقعه من اتفاقات تعاون على الصعيد الاقتصادي بجانب أمن الطاقة وأمن الغذاء؟ أعتقد أن بجانب الطاقة والغذاء أعتقد أن النقل هيبقى واحد من أهم الملفات، احنا عندنا يمكن العديد من المشروعات اللي الدولة بتحاول تستكملها سواء مرتبطة بالمونوريل أو القطار السريع أو جزء مرتبط بالسكة الحديدية بشكل عام، فأعتقد إن ده هيبقى جزء مهم جدا إن يتم التعاون فيه خلال الفترة الحالية لاستكمال عديد من المشروعات اللي الدولة كانت بدأتها.
نعم، غرفة التجارة المصرية البولندية بالتأكيد يعني عندما يتم تشكيل غرفة تجارية فيما بين دولتين هو جسر هام للتعاون فيما بين رجال الأعمال في البلدين. متوقع يعني مزيد من التعاون أيضا في إطار هذه الزيارة؟ أكيد طبعا، فكرة يعني دايما رجال الأعمال بيلعبوا دور مهم جدا في العلاقات الاقتصادية ما بين الدولتين، ازاي ان دوت هيقدر ان هو يقرب من وجهات النظر، وازاي ان هم يستفيدوا من لغه التفاهم والحوار اللي موجوده بين الحكومه المصريه والحكومه البولنديه، ازاي ده ينعكس على استثمارات مشتركه على مستوى رجال الاعمال والقطاع الخاص، وده نقطه مهمه جدا بيتم استكمالها، وكمان ازاي ان دوت يقدر ان هو يوصلنا لنجاحات في المستوى القريب، بمعنى ان احنا شايفين فرص واعده لدى الاقتصاد المصري وفرص استثماريه واعده يتم الترويج ليها وكيفيه استفاده الجانب البولندي منها، وايضا على العكس ازاي ان كمان هناك فرص مهمه جدا في الاقتصاد البولندي، وبالتالي التعاون دوت هيبقى مثمر للطرفين. طيب العوامل الجذب لدى رجل الاعمال المصري في بولندا والعكس صحيح، رجل الأعمال البولندي في مصر؟ أعتقد أن بالنسبة لمصر إحنا في الفترة الحالية يعني عندنا نوع من أنواع الاستقرار بشكل كبير على الجانب الاقتصادي، عندنا فرص استثمارية واعدة، عندنا كمان يمكن تشجيع بشكل كبير للقطاع الخاص، عندنا تأمين لمصادر الطاقة، البنية التحتية خطوات مهمة جدا الدولة بذلتها الفترة السابقة وبتستكملها في الفترة الحالية، وبالتالي العائد على الاستثمار يعتبر جيد مقارنة بعديد من الدول، في ظل كمان الإشادة العالمية وفي الأخص من وكالات التصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي، وبالتالي ده كله بيدي أكيد فرصة مهمة جدا للاستفادة من العائد على الاستثمار في مصر. بالنسبة لبولندا، بولندا طبعا يعني لديها عديد من المزايا التنافسية، ووجودها أكيد في منطقة اليورو بيديها أكيد يعني مردود إيجابي على وجود أي مستثمر فيها، لكن الفكرة كلها مرتبطة بحجم العائد على الاستثمار والفرص اللي ممكن تكون متاحة للاستثمار، لكن يعني احنا طبعا كلنا بنتمنى ان هم يجوا يستثمروا عندنا، مش عاوزين احنا الرهان الاكبر ان يبقى عندنا زياده في حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره اللي قادمه لمصر. ومصر يعني استعدت لذلك يعني منذ سنوات، يعني ما يحدث الان من طفره في الطرق والكباري هو واحده من اهم عوامل الجذب، الامر الذي ادركته مصر مبكرا. اكيد طبعا، يعني البنيه التحتيه جزء مهم جدا لاي مستثمر، لان ما فيش مستثمر هو اللي هيعمل الطرق وهو اللي هيوصل الميه والكهرباء وخلافه من العوامل الاخرى، لكن هي الفكره كلها ان الحكومه قامت بدورها بشكل كامل في هذا الامر، وبالتالي ده نقطه بجانب طبعا ملف الطاقه، فتقدر ان هي تهيئ له مناخ الاستثمار الجيد، كمان حتى المعوقات الدوله بتحاول ان هي تذللها بشكل تدريجي، يعني سواء على الجزء الخاص بالمنازعات الاستثماريه، وشفنا يعني يمكن رئيس الوزراء كان تحدث عن مباشرته لهذا الامر وازاي ان هو بيعمل بجهد على القضاء على كافه المنازعات الاستثماريه، ازاي كمان ان الدوله ابتدت ان هي تعالج ملف الاراضي الصناعيه، فبالتالي الدوله بتعلن عن العقبات وبتحاول ان هي تحلها بمنتهى الشفافيه، فده اكيد بيوفر مناخ جاذب للاستثمار. بكل تأكيد دكتور علي، يعني مصر منفتحة على علاقاتها مع كافة الدول، اليوم يعني نتحدث عن بولندا، لكن هذه استراتيجية مصر، لأي مدى هذه الاستراتيجية تساعد مصر في مواجهة الأزمات مثل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية؟ الموضوع مرتبط بالإصلاحات اللي الدولة قامت بيها خلال الفترة الماضية، وتيجة إصلاح كانت سريعة جدا، بدأت يمكن من 2016 واستكملناها كمان ببرنامج آخر مرتبط بالإصلاح الهيكلي، فالإصلاحات الاقتصادية اللي الدولة بتقوم بيها واستمرار عجلة الإنتاج برغم من التحديات اللي بنشوفها على المستوى العالمي واللي أكيد بتأثر على الاقتصاد المصري، أكيد اديته نوع من أنواع القوة والصمود
لان احنا كمان وتيره الاصلاح كانت وتيره سريعه، والدوله كان عندها من الاراده والرغبه الحقيقيه ان هي تستكمل هذه الاصلاحات بالرغم من اي تحديات ممكن تكون بتشهد على الصعيد العالمي. فاكيد الاصلاحات المستمره ديت وجهد اللي الدوله بتبذله ودور كمان القطاع الخاص اللي ما حدش يقدر ينكره وعي المواطن المصري بهذه الاصلاحات واهميتها، دي كلها اكيد عوامل ادت للاقتصاد المصري قدره على الصمود امام كافه هذه التحديات. أكيد، وهذا يقودنا إلى الحديث عن القطاع الخاص ودوره. يعني مثل هذه الزيارات يعني تكون مبشرة فيما يتعلق بالتعاون وإزالة العقبات الاقتصادية في الاستثمار فيما بين البلدين. إلى أي مدى ترى أن القطاع الخاص عليه دور يعني زيادة العائد الحقيقي من هذه الزيارات على المستوى السياسي؟ الدولة يمكن وعدت ان حجم المساهمة الخاصة في او وجود القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة كنسبة كانت بتتراوح في حدود 26% العام الماضي، ان هي تصل ل 65% خلال الفترة القادمة. الدولة بتحاول ان هي بتأكد طبعا بشكل مستمر على أهمية القطاع الخاص، وفي نفس الوقت ازاي ان هي ترفع بشكل واضح من مساهمته وازاي ان هي تقدم له فرص استثماريه واعده، سواء كانت استثمارات بقى مباشره او كانت استثمارات غير مباشره بعمليات الطروحات اللي الدوله كانت بتعلن عنها في البورصه المصريه خلال الفتره القادمه وانشاء لشركات قابضه جديده. الجانب الاخر على مستوى الاستثمارات المباشره تقديم مزايا وحوافز مهمه جدا في قطاعات الزراعة والصناعة والعمل على تقديم حوافز ضريبية، دي كلها النقاط الدولة بتحاول ان هي تتحرك عليها وان هي تتعاون مع القطاع الخاص كمان لتقليل حجم الاعباء والتحديات اللي بيشهدها طبعا القطاع الخاص في ظل ارتفاع لمستلزمات الانتاج وارتفاع لتكلفة الحصول على الطاقة. دي كلها طبعا نقاط الدولة بتحاول ان هي تتعاون معاه لتقليل ومواجهة هذه التحديات. نعم، مجال الأبحاث الزراعية أيضا دكتور علي من المجالات المهمة اللي كان هناك يعني مفاوضات بشأنها فيما بين وزارة الزراعة في مصر ووزارة الزراعة في بولندا، لأي مدى هو مهم لمصر في هذه المرحلة؟ يعني يظل طبعا البحوث والتطوير واحدة من الملفات المهمة جدا اللي الدول كلها بتتحرك عليها، وازاي ان طبعا في مجال الزراعه وتوفير الامن الغذائي ده اصبح يمكن من الامور المهمه جدا. بولندا اكيد لديها خبرات مهمه في قطاع الزراعه، مصر ايضا لديها عديد من الخبرات في هذا القطاع. فكره تبادل الخبرات والمعرفه اكيد ده بينعكس بشكل ايجابي على إنتاجية القطاع الزراعي والاستفادة منه. دكتور علي؟ أي فندم؟ نعم، ما زلت معنا. رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من قبل بولندا، إلى أي مدى ترى أن له تأثير في انفتاح مصر على أوروبا في هذه المرحلة؟ مصر بتتحرك دايما لزيادة حجم الأسواق اللي بتتعامل معاها وإن هي تفتح أسواق جديدة، وبالأخص كمان يمكن إحنا شفنا النجاحات اللي إحنا قدرنا نحققها على مستوى قطاع الزراعة، وقدرنا إن إحنا يعني نرفع بشكل كبير من إنتاجية عديد من المحاصيل، وكنا تصدرنا العالم في تصدير الموالح وغيرها من الصادرات السلعية الزراعية الأخرى. فبالتالي فكره ان احنا نفتح اسواق جديده وان احنا نبتدي ناخذ منطقه اليورو بشكل اكبر اكيد دوت بيساهم بشكل واضح في زياده حجم الصادرات المصريه ومعدلات التبادل التجاري، وازاي ان احنا نوصل لمزايا تفضيليه في العلاقات التجاريه ما بيننا وما بين منطقه اليورو، وازاي ان هم كمان بيستفيدوا من مصر كبوابه لافريقيا ويقدر ان هو يستفيد من السوق الضخم اللي موجود فيها، وده يمكن كان يعني منافسه شديده جدا مش من منطقه اليورو بس لكن من عديد من الدول على الاستثمار والتعاون مع القاره الافريقيه،
فبالتالي فكره الغزو لمصر في منطقه اليورو اقتصاديا اكيد دوت مهم جدا وبالاخص في الفتره الحاليه. نعم، طيب قطاع السياحة في أي إطار تضعه في مستوى العلاقات فيما بين البلدين؟ وهل يمكن تعزيزه في ظل ما يواجهه العالم من أزمات الآن؟ أعتقد إن احنا فكرة إن احنا نستفيد من الجانب البولندي إن يبقى فيه زيادة في حجم السياحة الوافدة من بولندا، هيقدر إن هو كمان يعوض بشكل ما جزء من حجم السياحة اللي هيتراجع من جانب روسيا أو أوكرانيا، فبالتالي ده مهم جدا إن احنا نستهدف أسواق جديدة نقدر إن احنا نستفيد منها ومن الوفود السياحية الخاصة بيها ونعمل نوع من أنواع التنوع بالنسبة للوفود السياحية اللي موجودة واللي بتيجي مصر، فبالتالي ده هيبقى مهم جدا إن احنا طبعا نروج بشكل واضح للمقاصد السياحية اللي موجودة والتطوير اللي مصر بتقوم فيه في قطاع مهم جدا بالنسبه لنا ويعتبر واحد من اهم مصادر النقد الاجنبي لينا. نعم، سؤالي الاخير لك دكتور علي، الوكاله البولنديه للتجاره والاستثمار الى اي مدى هي تساهم في تكثيف الانشطه التجاريه وايضا تبادل المعلومات المتعلقه بالاستثمار في مصر؟ مهم جدا ان يبقى لدى المستثمر بشكل عام رؤيه واضحه والمعلومات الكافيه عن الاستثمار، فاكيد الوكالات ديت ان هي تديله كافه السيناريوهات والوضع بالنسبه للاستثمار وبالنسبه لحجم العائد وبالنسبه لسعر الصرف وبالنسبه للسياسات الماليه معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصاديه اللي بتهم المستثمر بجانب طبعا خطوات الدول بالنسبه لعمليات البنيه التحتيه والاستثمار والتنميه، دي كلها نقاط مهمه جدا المستثمر بيكون يعني ليه حرص شديد جدا ان هو يعرف كافه المعلومات بجانب معلومه مهمه جدا بيبدا دايما حديثه بيها هو اليات التخارج، دايما المستثمر بيسال على اليات التخارج قبل حتى اليات الدخول، فبالتالي دي كلها اظن بتكون نقاط مهمه ومعلومات مهمه لما بتتوفر له اكيد بتشجعه ان هو يبتدي في الاستثمار. نعم، أشكرك جزيلا دكتور علي الإدريسي أستاذ الاستثمار والتمويل، كنت معنا عبر الهاتف. تتسم العلاقات السياسية بين مصر وبولندا بأنها متميزة وممتدة عبر تاريخ، إذ كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بولندا وذلك في عام 1927، وشهدت العلاقات المصرية البولندية تطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما دللت عليه الحركة الكثيفة في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين. على مدار عشرات السنوات اتسمت العلاقات المصرية البولندية بالتميز والازدهار، حيث كانت مصر من بين أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بولندا. ارتبط البلدان بعلاقات وثيقة قوية في ظل مشاركة مصر بقيادة رئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع فيشغراد الذي يضم بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا. جمعت البلدين نقاشات كثيرة حول العديد من الموضوعات الهامة في إطار تجمع القمة، وعلى رأس دور مصر في منطقة الشرق الأوسط والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون في مجالات الطاقة وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات، بالإضافة لسبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تتمتع دول التجمع بعضويته. العلاقات المصرية البولندية شهدت تطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما دللت عليه الحركة الكثيفة في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين التي كان من أبرزها زيارة وزير الخارجية البولندي إلى القاهرة في 14 من إبريل من عام 2019. واتسمت اللقاءات بين مسؤولي البلدين بمناقشة أوجه التعاون الثنائي وسبل تنميتها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، وكذلك على مستوى التعاون البرلماني. كما شملت كذلك تبادل وجهات النظر تجاه بعض القضايا الدولية والإقليمية التي تهم الطرفين. إذن هي علاقات مميزة تربط مصر ببولندا على مدار أكثر من 90 عاما، اتسمت بالتعاون البناء والتوافق في وجهات النظر تجاه العديد من القضايا الإقليمية والعالمية. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ما زلنا نتناول ملف العلاقات المصرية البولندية في إطار يعني ما هو متوقع من اتفاقات يتم توقيعها فيما بين الجانبين المصري والبولندي بعد مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس البولندي إلى مصر. للمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية. دكتور عبد المنعم، يعني متوقع أن يكون التعاون في مجال الأمن الغذائي وأمن الطاقة أولوية في ما يتعلق بالاتفاقات فيما بين الجانبين، هل تتفق أيضا مع هذا الرأي؟ بكل تأكيد العلاقات المصرية البولندية علاقات يمكن امتدت من 1927، يمكن حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا لم يرتقي لقوة العلاقات. احنا بنتكلم في تبادل تجاري في حدود 800 مليون دولار سنويا، وده رقم منخفض. النهارده بولندا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية عندها عبء كبير من الناس اللي تم تهجيرهم إلى أو دخولهم في الأراضي البولندية، أيضا أزمة الطاقة، أزمة الغذاء الموجودة في الدول التي كانت بتعتمد اعتماد كلي على روسيا وعلى أوكرانيا. وبالتالي النهاردة بولندا بتحاول أنها تدعم هذه الدول بتصدير جزء كبير من الحبوب، وبالتالي فإن ملف الطاقة ده مهم جدا، وأيضا ملف الغذاء، دول هيكونوا على أولويات التعامل أو التعاون بين مصر وبولندا في المرحلة القادمة. ربما المجلس التعاون المصري البولندي، مجلس رجال الاعمال، هيكون له دور بارز في هذه يعني المناقشات وهذه الحوارات، بحيث يكون هناك تبادل لرجال الاعمال وعلاقات تجاريه تزيد من حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال المرحله القادمه. نعم. كل من الدولتين لديهم إشكالية، مصر لديها إشكالية في استيراد الحبوب وعلى الأخص القمح والذرة وكثير من الغلال، أيضا يوجد لدى بولندا أنها تستطيع أن تصدر الحبوب بكميات أكبر مما كانت معتادة عليه للدولة المصرية، وبالتالي ممكن أن يكون جزء من حل المعضلة أو الإشكالية الغذائية في مصر بسبب الحبوب من بولندا، وده شيء جيد، خاصة أنه هيبقى بنفس الأسس أو نفس الاتفاقيات التي تمت ما بين مصر وأوكرانيا وفي وقت سابق. وبالتالي احنا بعتقد انه الافضل انه يكون الحديث ليس فقط على الطاقه وعلى الغذاء، لكن ايضا على التبادل السياحي، لان احنا عندنا عدد سائحين او احد الاسواق اللي مصر بتستهدفها خلال الفتره القادمه السوق البولندي، لان السوق البولندي بيطلع منه في حدود من 4-5 مليون سائح على مستوى العام. وبالتالي ان مصر لو استطاعت انها تاخد حصه في حدود 20%، يعني مليون سائح يجي لنا من بولندا، اعتقد ده هيكون شيء جيد وهيعوض جزء من السياحه المفتقده من روسيا واوكرانيا اللي هي بتزيد عن 4.5 مليون سائح افتقدتهم مصر خلال بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه. طيب كيف يمكن تعويض ذلك؟ يعني في السابق كانت هناك مبادرات، يعني تحديدا في عام 2020 مثل إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية، هل نحن بحاجة في رأيك إلى مزيد من برامج التحفيز لتشجيع السياحة البولندية؟ أو أولا ممكن بولندا من الدول اللي يعني أضافت مصر على القائمة الخضراء وسهولة دخول المصريين إلى بولندا، وأيضا مصر النهاردة في الفترة القادمة تسهيل الإجراءات السياحية موجود على ليس للدولة البولندية فقط، لكن موجود لكثير أو كثير من الدول والأسواق اللي بتستهدفها الدولة المصرية. إحنا محتاجين فقط عملية تسويق جيد للسياحة والأماكن السياحية الموجودة في مصر، وجود خطوط طيران بشكل أسبوعي أو دوري بين مصر وبين بولندا بشكل كبير، بحيث يكون هناك سهولة لحجم السياحة أو تسهيل حجم السياحة. البعثات البولندية في مصر يمكن بيزيد عن حوالي 14 بعثة موجودة، 14 بعثة أثرية دي موجودة، وبالتالي أن كل ده هيكون مستهدف خلال المرحلة القادمة، أن يكون هناك زيادة في عملية الأعداد اللي بتأتي من السوق البولندي كسوق سياحي وافد للدولة المصرية. نعم دكتور عبد المنعم، يعني كان هناك اتفاق تعاون سابق بين بنك مصر والبنك المصري لتنمية الصادرات مع بنك التنمية البولندي،
إلى أي مدى ساهم ذلك في التعاون في المجال المصرفي من خلال تمويل المشروعات المشتركة؟ التعاون ده سهل حاجات، سهل أول حاجة جزء زيادة التبادل التجاري، إحنا بنتكلم في تبادل تجاري زاد بحوالي أكتر من 26% عام 21 عن عام 2020 وعام 2019، وأيضا هيزيد من عملية التعاون المصرفي ما بين الدولتين بشكل كبير، بمعنى إن يكون هناك حرية حركة دخول ورؤوس الأموال من وإلى بولندا ومن وإلى القاهرة بشكل يعني أسهل وأيسر في الإجراءات في تحرك رؤوس الأموال بين الدولتين لرجال الأعمال والاستثمارات بشكل أفضل، وبالتالي التعاون ده يكون حجر أساس في زيادة حجم الجزء الأولاني تبادل تجاري وزيادة حجم الاستثمارات البولندية في مصر، لا سيما إنه النهارده مصر بعد الإجراءات اللي بيتم اتخاذها حاليا في تحفيز المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين من إعفاءات ضريبية، من إعفاءات جمركية، من خطط للتوسع في التصنيع في مصر وتسهيل الحصول على الأراضي بحق الانتفاع وترخيص حتى قيمة التملك والتخصيص للأراضي، أعتقد هتكون نقطة جاذبة للاستثمارات البولندية بشكل كبير. النهارده عدد الشركات البولندية في مصر لا يتجاوز 134 شركة، وده عدد منخفض للغاية. فإحنا الفترة القادمة بولندا بتعاني من اختناق بسبب هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي بتحاول تجد منافذ جديدة. مصر لها دور ريادي ولها يعني نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي في منطقة الشرق الأوسط، لديها خطط استيعابية لمزيد من الاستثمار، فأعتقد هناك تعاون مثمر لو استغلناه صحيح بطريقة صحيحة عن طريق أن يكون هناك اتفاقيات ملزمة بين الطرفين بزيادة التسهيلات أيضا توفير الأراضي للمستثمرين البولنديين بشكل جيد، فتح مشروعات وأفاق رجال الأعمال والغرف التجارية هيكون عليها عبء أيضا كبير في هذه المرحلة، إنها من خلال البعثات المتبادلة التجارية يكون هناك الوقوف على احتياجات الدولة البولندية، وتستطيع مصر أنها تزيد من حجم صادراتها إلى بولندا بشكل كبير. نعم، كيف يمكن في رأيك أن تكون مصر مدخل لبولندا أيضا في الشرق الأوسط، بما أن مصر دولة محورية تتميز بمميزات اقتصادية كما تفضلت، لكنها أيضا لها تأثيرها على المنطقة؟ بلا شك مصر دولة كبيرة، هي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط، أيضا الكبر يعني سياسيا واقتصاديا، إحنا لدينا سياسات اقتصادية واضحة، يمكن حققنا نجاح بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، يمكن مصر من الدول القليلة اللي كانت يعني حققت معدل نمو اقتصادي خلال أزمة فيروس كورونا كوفيد-19، يمكن تجاوزت 3.6%، ويمكن دي مصر كان ضمن 18 دولة على مستوى العالم المحققة لهذه النسب الإيجابية، وبالتالي لدى مصر فرص استثمارية تستطيع الدولة البولندية وهي تحاول الآن الخروج من هذا المأزق بتعاون وفتح علاقات اقتصادية واستراتيجية مع دول في أوروبا وفي دول شمال أفريقيا تحديدا، في دول في آسيا، في منطقة الخليج، وبالتالي هيكون لدينا فرصة ذهبية إن احنا نستطيع التعاون مع دولة بولندا بشكل جيد، وبالتالي إذا تم التعاون وكان هناك يعني استثمار حقيقي وفائدة هيكون هناك عائد لدول أخرى، يعني هيكون جاذب هذا الموضوع لدول أخرى زي ليتوانيا وبعض الدول المجاورة لروسيا وأوكرانيا، وبالتالي هذه الدول هتجد في مصر منفذ لزيادة استثمارات، لزيادة حجم تبادل تجاري، لوجود منفذ لعلاقات اقتصادية قوية بشكل كبير. طيب، كانت هناك تجارب سابقة يعني لعمل وحدة أبحاث تسويقية تضم خبراء من مصر وبولندا من أجل تحديد قاعدة المعلومات، فتح أسواق في مناطق جديدة في بولندا، أيضا إدخال سلع مصرية جديدة للأسواق البولندية. هل نحن بحاجة إلى المزيد من التحديد لهذه الأبحاث لدراسة السوق البولندي وبالتالي التعامل مع احتياجاته لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر؟ بكل تأكيد نحن نحتاج إلى تحديث هذه قاعدة البيانات والوقوف على احتياجات الدولة البولندية الآن. بولندا يمكن خلال العشر سنوات الماضية تغيرت بشكل كبير في التقدم الاقتصادي، التقدم العلمي، أصبحت من دول متقدمة بشكل كبير، كان هناك مستهدف أنها تنضم إلى حلف الناتو، أيضا انضمامها لكثير من التحالفات
العسكرية والتحالفات الاقتصادية في أوروبا نتج عنه تفوق اقتصادي لدولة بولندا بشكل كبير. وبالتالي تحديث هذه البيانات، يمكن أنا قلت من قبل أنه الغرف التجارية وبعثات رجال الأعمال والوقوف على احتياجات الدولة البولندية من حجم الواردات الخاصة بها، ممكن مصر تكون بتعوض جزء كبير جدا عن في هذه الواردات البولندية، وبالتالي أنها مصر تزيد من حجم صادراتها إلى الدولة البولندية. وأيضا أن هناك كان علاقات اقتصادية بين روسيا وبين أوكرانيا، خاصة في مجال المنسوجات، مجال الغذاء، وطبعا مجالات أخرى يمكن. لكن في بعض قطاعات تستطيع الدولة المصرية أنها تدخل كبديل جيد وبديل مميز بين روسيا في التعامل مع بولندا. وأيضا في الغاز، احنا بنتحدث على أزمة غاز طاحنة في النهاردة بتعاني منها بولندا بسبب هذه الأزمة الاقتصادية، وبالتالي مصر ممكن يكون هناك عوض من خلال مشروعات يتم عملها ما بين مصر وما بين بولندا. نعم، أيضا كانت هناك يعني تاريخ طويل من المشروعات المشتركة في مجالات تصنيع ألبان الأطفال، في معالجة النفايات، في تصنيع المادة الخاصة برصف وتثبيت الطرق. هذه يعني علاقات تتميز بالتنوع، وبالتالي هذا تحتاجه مصر أيضا فيما يتعلق بالاستثمارات البولندية. مصر في حاجة كثيرة لمجموعة من المشروعات، يمكن مشروعات الطاقة المتجددة، والنهاردة الدولة بتعول عليها بشكل كبير، وممكن يكون لبولندا دور كبير جدا خلال الفترة القادمة في هذا القطاع. أيضا في مشروعات الطاقة، في مشروعات الاتصالات، تقدم بولندا في هذا المجال أيضا هيكون بشكل كبير. المقابلات اللي هتتم بإذن الله ما بين رئيس البولندي ورئيس عبد الفتاح السيسي، أعتقد أنها هيسمع عنها بإذن الله يعني تحديد وضع اقتصادي وتنموي ما بين الدولتين، وأيضا هيكون هناك الحديث عن مجالات وقطاعات بعينها. أتوقع أن يكون هناك اتفاقيات يتم التوقيع عليها في مجال الطاقة، في مجال الغذاء، في مجال التبادل التجاري، في مجال عمل مشروعات خاصة بمشروعات البيئة والمشروعات البيئية، أيضا مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة الخضراء. هيكون ده مجال حديث ومجال اتفاقيات هينتج عنه بإذن الله مشروعات استثمارية وزيادة في حجم التبادل التجاري. وزي ما قلت أنه النهاردة لو مصر نجحت أنها تستقطب بولندا، هيكون ده فتحة خير على الدولة المصرية أنها تستطيع أنها تستقطب بعض الدول اللي موجودة في أوروبا الشرقية زي ليتوانيا وغيرها المتلاصقة مع روسيا وأوكرانيا، والتي بتعاني من الأزمة الاقتصادية أو الأزمة الروسية الأوكرانية الموجودة حاليا ويعني بشكل كبير، وتحاول على إيجاد منفذ. نحن قدام نموذج لو تم استغلاله بشكل جيد وبشكل متميز، ويعني أستطيع أن أقول أن الدولة المصرية قادرة أنها يعني تجذب استثمارات من بولندا، تعمل مشروعات تفيد البلدين بشكل كبير. هيكون ده ليه عوائد ليس فقط في العلاقات ما بين مصر وبولندا، ولكن أيضا في العلاقات ما بين مصر وبين الدول الأخرى الموجودة في أوروبا الشرقية. إذن يعني دكتور عبد المنعم، تراها زيارة اقتصادية بامتياز، أم ترى أن قد يكون هناك جانب أيضا من التعاون في المجال العسكري؟ يعني هذه الزيارة أعتقد الحديث الاقتصادي هو اللي هتكون الأغلب والأهم، لكن لا شيء يمنع أن يكون هناك حديث عن تعاون عسكري. في مصر النهاردة متقدمة عسكريا، النهاردة الجيش المصري من أفضل 12 جيش على مستوى العالم، وبالتالي أيضا لدينا إنتاج سلاح متميز خاصة في بعض القطاعات أو المجالات العسكرية، وبالتالي ممكن يكون هناك تعاون عسكري مع بولندا في انتاج قطع حربيه او في تصدير او في استيراد قطع عسكريه ما بين الدولتين. لكن الحديث الاغلب والاهم هو هيكون حديث اقتصادي مما تعاني منه الدوله المصريه. لديها ازمه بسبب القمح وبسبب السياحه وبسبب الطاقه نتيجه الازمه الروسيه الاوكرانيه. بولندا لديها نفس الازمات بسبب زيادة العبء التي أتى إليها من الوافدين من الهاربين من أوكرانيا بشكل كبير، ويمكن تجاوز عددهم حوالي 2 مليون مواطن من أوكرانيا. أيضا وجود زيادة في الطاقة، انخفاض الحجم الاستثمارات والمشروعات لديها، وجود أزمة حقيقية. فبالتالي الدولتين في التعاون الاقتصادي بينهم من بعض
هيكون بإذن الله بإذن الله مثمر في مجال الاقتصادي، ويمكن ده الحديث أو الشغل الأساسي أو ركن الرقيم في العلاقات ما بين مصر وبين بولندا خلال المرحلة القادمة بإذن الله. يعني ترى أن الجانب الاقتصادي سيكون طاغي على هذه الزيارة، هل نتوقع مجالات يعني جديدة في التعاون بين الجانبين؟ يعني تحدثنا عن أمن الغذاء والطاقة أنه سيكون أولوية، لكن هل تتوقع قطاعات أخرى؟ أتوقع يمكن الطاقة الخضراء، الطاقة المتجددة، أتوقع يكون في زيادة في مشروعات غذائية. يعني هو القطاع الغذائي يمكن هو ده أفضل القطاعات، أو هو ده القطاع اللي هيبقى الكبير أو المثمر، وأيضا القطاع الصناعي يعني الصناعات التحويلية أعتقد أنها تكون فيها جزء كبير من الاهتمام بين الدولتين بشكل كبير. طيب تحدثت دكتور عبد المنعم عن الاقتصاد الأخضر، أكيد العالم يترقب مؤتمر الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر القادم في شرم الشيخ، هل بولندا من الدول التي يمكن أن تتعاون معها مصر في مواجهة ملف التغيرات المناخية، إيجاد تكنولوجيات بديلة في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر؟ أو بولندا من الدول المتقدمة زراعيا ومتقدمة أيضا في قطاعات صناعية وخاصة الصناعات التحويلية، ولكن خلينا نتحدث عن أزمة المناخ، هي أزمة عالمية بيعاني منها العالم ككل. النهاردة منظمة الفاو أعلنت أنه الحاصلات الزراعية انخفضت حجمها بنسبة 33% في عام 2021 نتيجة وجود يعني تغيرات كبيرة في المناخ بشكل كبير، وبالتالي هذه الأزمة يعاني منها الجميع. يمكن كان آخر مؤتمر نادى فيه رئيس عبد الفتاح السيسي أن تتحمل الدول المتقدمة يعني عبء ما أفسدته في التغيرات المناخية، ويمكن يكون هناك صندوق يتم وضع فيه 100 مليار دولار لتعويض الدول النامية والدول الناشئة في مما يعني لحق بها من يعني سلبيات بسبب التغيرات المناخية. وبالتالي حديث الساعة على مستوى العالم هو التغيرات المناخية والتأثير الخاص أو التأثير السلبي لها. المؤتمر القادم النهاردة الدول كلها بتسعى أنها تقوم بتقديم مشروعات تتحول ما يطلق عليه الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد اللي بيحافظ على البيئة بعيدا عن الانبعاثات السامة والانبعاثات الكربونية التي تضر البيئة بشكل كبير. وبالتالي ممكن يكون هناك تعاون في مصانع تكون صديقة للبيئة، في تعاون في طاقة خضراء. أيضا هيكون هذا المؤتمر اللي بإذن الله اللي هو كوب 27 ده هيكون له مكسب على المستوى الاقتصادي، لأنه هيساهم في مصر طبعا في ترويج سياحي، أيضا هيكون من خلاله في استثمارات وشراكات دولية وإقليمية بشكل كبير. نعم، مصر طبعا كما تفضلت من الدول التي تنادي بأن يتحمل يعني أو تتحمل الدول الكبرى مسؤوليتها في تسببها عن التغيرات المناخية، هل ترى أن بولندا داعمة لمصر في هذا الطرح؟ طبعا بكل تأكيد بولندا داعمة، ومعظم دول العالم كلها أيقنت خلاص أن هناك أزمة حقيقية. ربما كان الحديث عن التغيرات المناخية في السنوات الماضية يمكن لم يكن يشغل بال العالم كثيرا، وكلنا شاهدنا ترامب وهو يعني يخرج من اتفاقية المناخ في عام 2016، لكن النهاردة بنتحدث عن العالم أدرك أن التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على الزراعة، على مكونات الحاصلات الزراعية، على السلع، على خدمات بتقدم للمواطنين بشكل كبير. وبالتالي النهاردة هناك اهتمام عالمي بأهمية التغيرات المناخية بشكل كبير، وبالتالي بولندا وغيرها من الدول هي داعمة لمصر. مصر أيضا داعمة لأنها تتحول، يعني الخطة الاستراتيجية في الدولة المصرية أن يكون أكثر الطاقة الخضراء والمشروعات الطاقة المتجددة متأسف وفي الكهرباء واستخدامات الكهرباء تزيد عن 27% من الوضع من حجم استهلاك الكهرباء في مصر والطاقة في مصر. وبالتالي دي نسبة كبيرة. النهاردة أن مصر الآن في حدود من 7 إلى 10%، فنحن بنتحدث أن احنا في غضون 5 سنوات نصل إلى 27 أو 30% يكون هناك استخدام.
ايضا توجه مصر الى استراتيجيه تصنيع السيارات من خلال سياره كهربائيه يكون فيها مكون مصري يزيد عن 50% ويكون الطاقه نظيفه باستخدام الكهرباء بعيدا عن اي انبعاثات كربونيه. كل ده النهارده باذن الله ايضا مصر في نوفمبر هتكون في افتتاح لاكثر من مشروع بيتحدث او يعني بيتعامل بالطاقه الجديده والطاقه الخضراء بشكل كبير، وبالتالي ممكن ده يكون مجال كبير جدا ومجال حيوي للتعاون ما بين مصر وما بين بولندا بشكل كبير خلال المرحله القادمه. وزي ما قلت انه القطاع الاقتصادي او الجانب الاقتصادي هو ده يكون حديث الساعه. يمكن زياره الرئيس النهارده البولندي لمصر يعني هتستغرق حوالي 3 ايام، هيكون الحديث كله اقتصاد. الوقت الموافق ليه يبين ان التوجه اقتصادي في المقام الاول. احنا بنجد وفد موافق ليه معظمه من الجانب الاقتصادي، وبالتالي هيكون في دور كبير على الحكومه المصريه لتشكيل هذا التعاون وخروجه بشكل افضل. ايضا الغرف التجاريه، ممثلي رجال الاعمال، مجلس التعاون ومجلس رجال الاعمال المصري البولندي عليه عبء كبير ايضا في المرحله القادمه. نعم، اشكرك جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاستراتيجيه. إذا مشاهدينا كانت هذه متابعة تحليلية مفصلة للعلاقات المصرية البولندية على ضوء الزيارة الحالية لرئيس بولندا إلى مصر. متواصلون معكم على شاشة التلفزيون المصري وتغطياتنا أيضا متواصلة.